اجتماع جديد في مسلسل المفاوضات بين النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية واللجنة الوزارية المكلفة بملف التعليم في 14 من دجنبر الجاري بالرباط، كان أبرز عناوينه مزيد من التدقيق في بنود النظام الأساسي بندا ببند. دخلنا في تفاصيل ديال بنود النظام الأساسي، وكانت مناسبة باش نتكلموا أولا على موضوع ديال الإدماج، تكلمنا على المهام، تكلمنا على ساعات العمل، وتكلمنا أيضا على موضوع ديال الإطار ديال أساسدة ديال الثانوي. في كل هذه النقاط في الحقيقة كان واحد تقديم ديال التعديلات اللي اتخذت بعين الاعتبار. واتفقت أطراف التفاوض في هذا الملف الهام على ضرورة تسريع وتيرة العمل وعقد لقاءات متتالية خلال الأيام المقبلة مع الحسم في ملفات كثيرة من أبرزها ملف التعاقد، واللي انطلق أولا بالنقاش حول إدماج مفروض عليهم التعاقد، وتشبتنا كنقابة بالمادة واحد وجوج وكل النقابات طبعا، لأنه مادة أساسية كتجعل من الجميع موظف ديال وزارة التربية الوطنية. وطالبنا بإلحاح بإدماج المتعاقدين في هذا النظام الأساسي. والنقطة الثانية ومهمة جدا متعلقة بالمهام، طالبنا بتقليصها. ثالثا تحديد ساعة العمل، ورابعا أيضا تمت مناقشة الحسم في أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وأيضا التعويض التكميلي الذي يشمل الجميع. المسألة الأخيرة اللي ناقشنا هي إدماج أساتذة ثانوي في إطار أستاذ ثانوي التأهيلي، باش نرجعوا يولي عندنا في أطر التدريس أستاذ الابتدائي، أستاذ الإعدادي، أستاذ ثانوي التأهيلي، وبالتالي كان الاتفاق على أن أساتذة الثانوي اللي كانوا هما أطر الأكاديمية سابقا يوليوا أساتذة الثانوي التأهيلي. ويذكر أن هذا الاجتماع سبقه لقاء دام لساعات طويلة اجتمعت فيه اللجنة الوزارية المكلفة بملف التعليم بوفد منضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. يد الممدودة باش نفتحوا المجال يكون نقاش ديال كل مواضيع، ولكن شرطة باش يكون استئناف الدراسة. وخلال هذا اللقاء تم عرض انتظارات الطبقة الشغيلة، ومن أبرزها ما يتعلق بتحسين الدخل ومعظم بنود النظام الأساسي. ومن أبرز مخرجاته الاتفاق على مهلة مدتها 24 ساعة للتشاور، ثم استئناف المشاورات في زمن تنتظر فيه الأسر بفارغ الصبر نتائج